تعلمون كانت هناك زيارة للسيد رئيس مجلس الوزراء للموصل، وطالما زرنا الموصل وعقدنا فيها اجتماعات ومن بينها اجتماع مجلس الوزراء، وربما تكون هذه الزيارة الرابعة ذات أهمية أيضا. اليوم السيد وزير الصناعة الأستاذ منهى العزيز الخباز عرض مخرجات هذه الزيارة إلى الموصل وطلب أن تناقش في مجلس الوزراء، وبالفعل تلقت الموصل وتتلقى دائما الدعم لخصوصيتها، خاصة في مرحلة ما بعد داعش، وكان هناك نقاش حقيقة على مسائل عديدة قدمها السيد وزير الصناعة، ربما أبرزها قضية مطار الموصل الذي سيكون هناك فيه استئناف لتطويره والعمل عليه ضمن الإمكانات المتاحة. وأيضا كان هناك حديث عن فندق الموصل وهو من اختصاص وزارة الثقافة والسياحة والآثار في هيئة السياحة، نحن عملنا عليه حقيقة، وهو الآن مقدم لشركات متنافسة فندق الموصل، وأعتقد في غضون الشهر الرابع سيكون هناك إحالة لإحدى الشركات المتميزة التي تنافس شركات أخرى من أجل بدء العمل على فندق الموصل. وأيضا كان هناك نقاش عن تأسيس بيت ثقافي للموصل للمثقفين هناك، وأعتقد لدى وزارة الثقافة والسياحة والآثار قطعة أرض هناك، وتلقت الوزارة دعما كافيا لتأسيس هذا البيت الثقافي خدمة للمثقفين في الموصل العريقة المعروفة بتاريخها الثقافي الكبير.